كابتن ابراهيم، ممكن جزء الدفاع النهارده النادي الاهلي كان متميز فيه، واعتقد دي كان يعني ادت اطمئنان اكتر للاعبين في الملعب انك ما فيش هجمات عليك، فبالتالي تقدر تهاجم بمنتهى الاريحيه. كابتن ابراهيم، بص فاروق، هو طبعا يعني في الاول والاخر هو خلاص يعني المباراه خلصت، وانا شايف النهارده ان علي معلول كان من نجوم المباراه، عمل مباراه كويسه جدا. ايمن اشرف برده الى حد ما كان كويس. انا كان يعني كلامي كله على موضوع احمد فتحي ان هو يشارك في الجزء دوت اللي هو مكان ياسر ابراهيم، لان ياسر ابراهيم مع احترامي ليه يعني اقل شويه. برده من حسن حظ النادي الاهلي النهارده ان تشكيله الوداد النهارده كانت معظم اللعيبه مش في حالاتهم، الجزء الهجومي عندهم بعيد تماما. ما كانش فيه اختبارات على النادي الاهلي بشكل كبير جدا ان انت تقدر تتكلم كده. بس في المجمل خلاص النادي الاهلي كسب المباراه، بس كل مباراه ليها التوقيت بتاعها. يعني انت خد بالك، انت المباراه اللي جايه فريق الوداد هيبقى جاي بيلعب المباراه في القاهره قدام النادي الاهلي، خلاص هو يعتبر يعني زي ما بيتقال كده ايه، ما عندوش حاجه يبكي عليها. فهتلاقي المباراه ممكن عنده كمان، حتى ممكن تلاقي مصابين او عنده غيابات ممكن ترجع، فالاداء هيختلف، لان النهارده يعتبر يعني معظم الجزء الهجومي للنادي نادي الوداد مش في حالته. جزء الهجومي بس في العموم انا بتكلم عن، عشان انت بتتكلم عن جزء الدفاع، بتكلم على الدفاع، انت بتتكلم عن الدفاع الاهلي، فالنهارده معظم المهاجمين النهارده بعيد خالص. يعني حتى النهارده بيلعب بجونيور، بيلعب واحد، فانا ما اعرفش يعني انت على ارضك يعني ده برضه يعني خطا من المدرب الوداد ان انت بتلعب بمهاجم واحد بس وتحتيه ثلاثه او اثنين. برضو دي خد بالك يعني ايه، انت اديت لدفاع النادي الاهلي، دي طريقه لعب ما اقدرش اغيرها. بس طبيعي ان انت في قبل النهائي وعلى ملعبك، صح يا كابتن، يعني مش بتلعب مش لازم اثنين راس في التغيير، يعني انت على الاقل حاجه بتلعب اربعه ابراهيم، قصده ان ما كانش في كثافه هجوميه خالص ما فيش، او على الاقل لقيت 1-0 او 2 العب بتاني اللي هو خلاص بقى يعني ابتدي مثلا ممكن العب 4-3-3 يعني خلاص بقى انت خسران. في المجمل برضو خد بالك النهارده برضو خروج الي ديانج، برضو انا بحترم جدا موسيماني وانا من الناس اللي مؤيدين ليه جدا من الحمد لله من البدايه، مدرب كويس قوي. تغيير النهارده الي ديانج ان انت بتتكلم في مباراه قبل نهائي وكسبان واحد بس ان انت تقدر تخرجه عشان خاطر ان انت ما تخسرش لاعب، دي برضو من الحاجات اللي بصراحه اللي انا حسيت عارف ان في مدرب عايش زي ما جوده قال، عايش مع المباراه. وانت بتتكلم على الراجل ده كويس بصراحه، هو مدرب كابتن فاروق، كابتن جوده، كابتن ضياء، يعني مدرب بصراحه، يعني قاري الماتش كويس، عايش مع اللعيبه، عايش معاهم في الملعب. خروجه برده نزل حمدي فتحي لحد ما قدر برده يعوض الخروجه بتاعت الي ديانج لان هم اللعيبه الكويسه. النهارده بقى يعني برده عايز اتكلم على مستوى حسين الشحات. حسين الشحات بعيد تماما بقى له فتره كبيره جدا، ما اعرفش في مش ده حسين الشحات اللي احنا اللي كان موجود في العين او موجود في المقصه. المفروض ان انت بتلعب في النادي الاهلي، ممكن يكون في عمليه كان عاملها بس مش للدرجه دي. يعني النهارده حسين الشحات انا بعتقد ان وليد سليمان النهارده كانت مباراه وليد سليمان. بعيد خالص، مش عارف ليه حتى في التغيير. يعني انا استغربت يا كابتن ضيف بصراحه، يعني وليد سليمان النهارده لو موجوده فاروق في الملعب يعني هيبقى افضل من حسين الشحات وهيبقى ليه دور هجومي. يعني النهارده كان ممكن النادي الاهلي يكسب 3-0 كويس، ده اقل حاجه. يعني انا مستغرب برده، يمكن انا برده هو كل واحد ليه رؤيه نظر مدرب، بس انا شايف ان وليد سليمان النهارده كان هيبقى تواجده حتى نزول مكان حسين شحام بدل احمد الشيخ كانت هتفرق بشكل كبير. هي غريبه فعلا النهارده وليد سليمان ما تمش تغييره او بوجوده، هو النهارده مباراته يعني الدفاع نادي الوداد النهارده مش شايف قدامه كل حاجة، وعنده خبرات ويقدر يجيب لك فاولات على تسديدات، يقدر يعمل لك فاولات على 18. لا خبره، انا بصراحه استغربت النهارده تواجد حسين الشحام. لو الماتش اتسهل جدا كابتن ضياء، الماتش اتسهل فكان كمان هيلاقي وليد مساحات، صح؟ هو عنده مباراه كمان يا كابتن ان هو ما بيضيعش اهداف، يعني دي مشاكس جوه الملعب. حسين الشحات النهارده بصراحه انا استغربت من سمان النهارده ان هو سابه لحد اخر فتره. هو حسين لازم يجيب نفسه صراحة. يعني في فتره اللعيب طبعا انت نزلت الملعب خلاص وعدت فتره النقاهه ولعبت 3-4 ماتشات في الدوري، انت لازم تساعد نفسك، يعني مش طول الوقت انت المفروض نجم في الفريق. عمليه كابتن برضو يعني لا، ما توقيت غلط طبعا، محتاج حساب يعني، لكن في النهايه هو رجع ولعب ماتشات في الدوري وكان لازم هو بقى يشتغل ان هو ازاي يرجع نفسه بسرعه. خصوصا ان مدرب كوره يا كابتن، يعني انت معاك مدرب كوره، ما عندوش حجه انه ما يرجعش، لازم يرجع نفسه بسرعه. طيب.